بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله جل وعلا قال لنبيه، وهو أمر لكل مؤمن، لا يغرنك، وهو نهي لكل مؤمن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ففي هذا أن المؤمن والعاقل والحازم لا ينظر إلى زهرة الدنيا وبهجتها وينشغل بها عن العاقبة، فإن الدنيا مهما تزخرفت وتزينت لأهلها فإنها تزول سريعا، والعبرة بالعواقب والمآل. ولهذا قال ثم مأواهم جهنم، جهنم النار والعياذ بالله. فجهنم اسم من أسماء النار، مأواهم يعني مقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم مأوى غيره ولا محيد عنه. مأواهم في يعني في الآخرة جهنم، وهي النار. وبئس المهاد، بئس ما مهدوا لأنفسهم في هذه الدنيا من الكفر والشرك والتكبر عن أمر الله، فإنهم بعملهم يمهدون لأنفسهم المصير المظلم والعاقبة المحتومة. وبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا لأنفسهم وقدموه لها. والمهاد أيضا جهنم والعياذ بالله، لأنها مستقرهم ومثواهم. ثم قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم، هذه مقارنة بين الفريقين لما ذكر مصير الكفار وما نعموا به في الدنيا وما يعذبون به في الآخرة. قال لكن الذين اتقوا ربهم، وهم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعملوا الأعمال الصالحة التي تقيهم من هذه النار، تقيهم غضب الجبار، اتقوا ربهم فخافوا منه وعملوا بطاعته وتركوا معصيته، لهم جنات، جنات جمع جنة، وهي البستان الخضر النضر النعيم الذي لا تمل منه الأنظار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا زيادة في نعيم هذه الجنة، أن الأنهار المختلفة تجري من تحت قصورها وأشجارها ليطيب المنظر، وأيضا ليشربوا منها ويستمتعوا بها. فيجتمع لهم جنات يسكنونها وأنهار تجري من تحتها يشربون منها ويتنعمون بها نزلا من عند الله. النزل هو ما يقدم للضيف، فالمؤمن إذا قدم على ربه فإن الله ينزله في الجنة نزلا من عند الله، أي من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو نزلهم الذي يقدمه لهم حين يقدمون عليه سبحانه وتعالى. بخلاف الكفار فإن نزلهم النار والعياذ بالله.
إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا. فأول ما يقدم للكافر حين قدومه على ربه النار والعياذ بالله، وأول ما يقدم للمؤمن حين قدومه على ربه الجنة نزلا من عند الله. وما عند الله من الثواب، وما عند الله من النعيم، وما عند الله من الفضل والإكرام أعظم من ذلك. والله عنده حسن الثواب نزلا من عند الله، وما عند الله خير، وما عند الله جل وعلا خير للأبرار، جمع بر، والبر هو المؤمن المستقيم، لأن البر والتقوى والإيمان كلها متقاربة. فالأبرار جمع بر، وهم الذين عملوا البر في هذه الحياة الدنيا من فعل الطاعات والقربات وترك المحرمات، فبذلك نالوا من الله سبحانه وتعالى هذا النزل حين يقدمون عليه. وما عند الله خير للأبرار. فهذه مقارنة بين المسلمين والكفار. فالمسلمون في الدنيا وإن كانوا في ضيق عيش وفي فقر وفي مشقة وفي شظف من العيش، فإنما عند الله خير لهم، فإنما يعيشونه في الدنيا من الضيق والفقر مؤقت، يصبرون عليه ثم يزول ويعقبه نعيم دائم وراحة تامة ومستقر لذيذ لا يزول ولا يفنى. أما الكافر فإنه وإن أعطي في هذه الدنيا ما أعطي من الملذات والسرور والغنى والثروة، فإنه يعقب ذلك حسرة وندامة ونار تتلظى. فالعبرة بالعاقبة، وليست العبرة بالحالة العارضة، وإنما العبرة بالعاقبة الباقية. مع أن المؤمن قد يعطيه الله في الدنيا من السعة والرزق ويستعين بذلك على طاعة الله عز وجل، فيكون ذلك زيادة خير له، فهو يعطى في الدنيا من النعيم ويعطى في الآخرة ما هو أفضل وأكمل. خلاف الكافر فإنه يعطى في الدنيا ما يغريه وما يتكبر به على طاعة الله ويعجب به، ثم ينقلب حسرة وندامة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.